rozen zijn rijp. Heb jij niks beters te doen dan rare praatjes te verkopen? Ja. Nou, dat wist ik wel, alles wat... Stommerij gaat betalen. Oh, wat zijn ze lief. Nee, ze zijn erg bang dat ik jullie heb. In Italië, يعني حقيقة المعرض ده وفي صدق في العالم. تكلمت في المؤتمر اللي تنظم على غرار فعاليات المعرض. صحيح، يعني على هامش المعرض نظمنا المؤتمر الثاني العالمي لاصحاب التونسيين اصحاب كتب اسباب العالم. كل قال شنو هالمؤتمر هذا؟ وهو ان لقينا انه هناك في 23 بلد 120 تونسي اصحاب كرات اسبار. زين معلم سي محمود بن شعبان من عمران تونس عمره 40 سنه مدى حكومي دخلوا الصافي شهريا زوجته زاد كان هو النظر الاجمالي للقرضين نتاعو نتاع مرته فابيا هذايا بدا يحب يستنوا نسبه التسديد نتاعو 100 دينار كل ما عنده 290 290 هذا معناها ب 40% نعطيو دفعة واحدة ل 6500 درهم نجم نعطيهم لك على نشوفوا استعمال المبلغ اللي وقع صرفه اللي مشى هو معناه استعملته البني ومن بعد نزيدوها قسط اخر قسطين ولا ثلاثة اقساط حسب تقدم الاشغال. علاش التوفيق تركزوا على حكاية الاقساط هذه؟ اقساط خاطر احنا شق ثاني مسكن ما ثماش اقساط يعني مبلغ باش يمشي البعث عقاري باش ياخذ مسكن جاهز. احنا الحاجة اللي نحبوها باش الانسان كي باش ياخذ المبلغ باش يبني به ما يحولوش الوجهة ما يحولوش الوجهة اخرى ولا ما يبدلش رايه معناها يلزم خاطر هي ثم ضمانات البنك كي باش تعطي قرض للبناء يلزم يمشي للبناء.